في ركن لا تفاصيل له من أركان مدرسة قاطعها أكثر من 250 تلميذا، تجلس سمرة تفترش الأرض تتفحص كتابا اهترأت أوراقه بأنامل مرتعشة، موجهة نظريها إلى كلمات محي بعضها، محاولة أن تخفي حزن ملامحها ودمع عينيها. سمر التي لم تستطع توفير أبسط حاجياتها من الكتب والكراسات والأقلام، قطعت مسافات طويلة لتصل إلى مدرستها. مدرسة بساحتها الجرداء الخالية من كل شيء جميل باستثناء بعض التلاميذ الحالمين بمستقبل أفضل، وبقاعاتها المتداعية للسقوط استقبلت منذ بداية السنة الدراسية أقل من 50 تلميذا بعد منع أهالي منطقة طربخانة المتاخمة لجبل سمامة أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة. أصغارنا شادينهم في المنازل، رانا مانيش باش نبعثوا صغارنا على اساس الماء الصالح للشراب للمنطقه، وعلى اساس المدرسه ماهيش مهيئه باش تقري تلامذتنا. القسم هذا كان تواليت، كان يعني تواليت انا الاول قريت فيه، انا مواليد 81 وقريت فيه القسم، قريت لهنا التواليت متاعتنا هذه. نحن مدرستنا والمنطقه هذه كلها اللي ما فيهاش الماء اصلا. من حقي نبقى على طاوله نظيفه وقسم نظيف وعنا الماء. المندوبية الجهوية للتربية أكدت أن مصالحها ستتدخل قريبا بالمدرسة في انتظار تدخلات أعمق بكامل المنطقة. كنا برمجنا المدرسة هذه للتدخلات العاجلة اللي باش تصير في أجل أقصى شهر من هنا، ثم خزانات موجودة في المدرسة، يبقى مسألة التزود. احنا كيف بصدد التنسيق مع السيد والد والسيد محمد لتوفير الماء بشكل دولي، وإذا كانت عذر علينا هذا إن شاء الله كيف بهالحلول اللي نعتبرها استثنائية، زاد كيف حاطين المدرسة ضمن البرنامج نتاع توزيع السهاريج اللي باش تتوزع في القريب العاجل. مدرسة طربخانة مدرسة تختزل تفاصيلها وملامح تلامذتها واقع منطقة طربخانة التي تعسفت عليها وعلى أهلها الظروف. هذه المنطقة المتاخمة لجبل كثيرا ما تعترض حيواناته المفترسة سبيل سمر التي تجد في المدرسة ملاذا لها ولا ترغب أن تنقطع عن طلب العلم والمعرفة.